شكرا جزيلا. مريض ارتجاع المريء يا دكتور هو بيقول ان انا تعبان في الصيام، ايه سبب التعب؟ هل لانه يعني الصيام بطبيعة الامر، ولا ما باخدش العلاج، ولا العلاج غير كافي، ولا ايه؟ لا، هو الحقيقة مريض ارتجاع المريء بالنسبة للصيام ليه مسموح، بالعكس ده ممكن يحسنه، تمام. بس باحتياطات وبنظام معين في أخذ العلاج ونظام معين أثناء ايه تناول اهم الطعام. الملامح هذه؟ أهم الملامح إن أنا أولا البرشامة أو الكبسولة اللي بتتاخد للمعدة علشان تقلل العصارة بتاع المعدة، أولا هي بتتاخد ميعادها قبل السحور مش قبل الفطار، قبل السحور. قبل السحور تتاخد قبل السحور بنص ساعة، اللي هي في انواع دلوقتي مفروضها بيقعد 24 ساعه، فهتقعد معاك طول فتره الصيام بامان، مش هتحس باي اعراض الارتجاع ولا صحيح، اعراض الحموضه. تمام. يبقى الحاجه قبل السحور لازم يتناول الاغراض دي. تاخد القرص ممتاز. بتاع المعده اللي انت اكيد عارفه كويس، اوكي. هيتاخد قبل السحور. ايوه. الحاجه التانيه برضو ما تاكلش وتملى بطنك قوي اثناء فتره لا الفطار ولا السحور، ده مهم جدا سواء في رمضان او حتى غير رمضان، غير رمضان لان الامتلاء المعده مره واحده هيسهل الارتجاع، بيسهل ارتجاع حاضر. العصاره تاني للمريء. صح. فبرضو لازم تقسم وجباتك، يعني انا حتى كنت بقول من شويه ان المريض يقسم وجباته لمرتين، لا انت حضرتك تقسمها لثلاثه، ايوه، ان عشان كل ما تقلل الامتلاء. عشان تقلل هذا الامتلاء وتقلل هذه الاعراض. صح. تتجنب تماما الحاجات اللي فيها نسبه دهون زياده، الحاجات الحريفة. وتتجنب الحاجات الحريفه اللي فيها شطه او فلفل اسود او بهارات كتير، اه كل الحاجات دي بتؤدي الى زياده الارتجاع صح. بتاع اذا المريء. كنت مدخن برضه. اذا كنت مدخن تقلل التدخين، اذا كنت بتشرب قهوه كتير او بتحب الشاي كتير، الحاجات دي بتقلل فعل كفاءة الصمام اللي بين المريء والمعدة سواء التدخين أو القهوة، فنحاول نقلل الحاجات دي بالذات في المياه رمضان، الغازية برضه دو. والمياه الغازية بالذات ايوه. في رمضان حاول تقلل الحاجات دي أهم حاجة، صح. وتحاول ما تاكلش وتنام على طول، يعني ايوه، ده لان هو برضه هتلاقيه الملمح ده عنده، يعني انه هيتسحر وينام على طول، بالظبط، ووجبه كبيره ووجبة كبيرة وبدون ما ياخد العلاج. وبدون ما تاخد العلاج. فاحنا يعني هناكل، ولازم يكون على الأقل هو المفروض ساعة لساعتين، بس مش هقول لحضرتك ساعتين عشان طبعا في رمضان الوقت. مش هينفع ده، على الأقل ساعة ما بين السحور مثلا وبين واهم حاجه الظهر، انه باخد العلاج قبله. وأهم حاجة إنك تاخد العلاج قبل السحور بنص ساعة. صح. وسلام تمام عليكم. دكتور، خلينا